الله يعمر هدر تهلاو فينا وقفوا معنا في الليل وفي النهار وبماكلتنا بشرابنا بكسوتنا بكل من هو لينا الله يخليهم لينا ديما فوق روسنا. قلت لهم اللي هادو اللي خايفين من هاد المرض يدخلوا لديورهم ويسدوا عليهم هما ووليداتهم حتى يطفى هاد الغضب. يا ربي يا ربي كنحمدوكم ونشكروكم. قولي الحاجه هاد الاطقم الطبيه الاطباء الممرضين المعامله ديالهم معاك. الله يعمر هدر الله يعمر هدر الله يعمر هدر وقفوا معانا وتمرتوا معانا تم صيفطينا عند وليداتنا الله يخلي لهم صحيحتهم. امين. كما شفتوا اليوم ثاني مريضه اللي تتخرج المصلحه اللي مخصصه للمرضى اللي تصابوا بالفيروس تاع كورونا. كما لاحظتوا السيده خرجت في صحه جيده وتماثلت الشفاء من بعد تناولها الدواء لمده 10 ايام وتعملت لها التحاليل الاخباريه اللي خرجت سلبيه في التحليله الاولى والتحليله الثانيه من بعد 24 ساعه خرجت كذلك سلبيه وبالتالي كانت تشافات. ومن هنايا تنشكر الفريق الطبي والتمريضي اللي سهر عليها طيله هذه العشرة ايام هي وكل المرضى اللي كانوا معها ونتمنوا المريضين اللي بقاو حتى هما يخرجوا ان شاء الله بعد غدا ولا يومين ولا هذا يخرجوا حتى هما يتماثلوا للشفاء. يعني وكان المجهودات اللي تبدلات من الفريق الطبي والتمريضي هي مجهودات كبيره لان سهروا معها ليل نهار. وكما لاحظتوا السيده قالت داك الشيء كله اللي دار معها يعني كانت معاملة طيبة اهتمام كبير وبالتالي المريضة ديالنا خرجت بخير وعلى خير وتم غادي يتم التنقيل ديالها على الفور حاليا إلى مدينة بوجدور باش تلتحق بالعائلة ديالها. وبالمناسبة كذلك كنشكر جميع المتدخلين منهم السلطات المحلية على المجهودات اللي كتكمل العمل ديالنا حنايا وحنا في خدمة المواطن وفي خدمة المرضى ونتمنوا التوفيق للجميع والشفاء لكل المرضى على مستوى المملكة ومستوى العالم الإسلامي ككل والعالم ومحاربة هذا الداء في أسرع وقت إن شاء الله.